عروة بن أذين سيأتينا إن شاء الله ذكره في الموطأ، لأنه من رجال الموطأ. وهذا البيت من قصيدة له تذوب رقة في نسيبها، ولم يخلها من حكام فخمة جزلة. مطلعها أفي رسوم محل غير مسكون، من ذي الأجارع كاد الشوق يبكيني، قفر عفا غير أوتاد منبذة، ومنحن دون خط السيف مدفون، وهامد كسحيق الكحل ملتبد، أكناف ملمومة أثباجها جوني. إلى أن يتخلص إلى وصف نفسه بما فيها من الشيم، يقول: إني امرؤ لم تخن ودي مكاذبة، ولا الغنى حفظ أهل الود ينسيني، لا ينسيني غناي أن أحفظ أهل ودي. إني امرؤ لم يخن ودي مكاذبة، ولا الغنى حفظ أهل الود ينسيني، وقد علمت وما الإقتار من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، وأن رزق امرئ غيري سيأخذه، لا بد أن يحتازه دوني، فلا تكلفني نفسي ولا هلعي، حرصا أقيم به في معطن الهون. أبيت ذلك رأيا لست قابله، ولا معرضه عرضي ولا ديني، من كان من خدم الدنيا أشدت به، حتى يقال صحيح مثل مجنوني. فما امرؤ لم يضع دينا ولا حسبا، بفضل مال وقع عرضا بمغبون. إياك أن تعد نفسك مغبونا إذا وقيت عرضك بمالك. إذا سلم لك دينك وحسبك وفاتك المال فليست صفقة هذه أنت مغبون فيها. فما امرؤ لم يضع دينا ولا حسبا، بفضل مال وقع عرضا بمغبون. كم من فقير غني النفس تعرفه، وكم غني فقير النفس مسكين. إلى آخر قصيدته. أي رحمه الله. مرة عروة بن أذينة مع بعض علماء المدينة وفد على هشام بن عبد الملك الخليفة، وكانت العلماء تكرمهم الملوك والسلاطين، فوفد على الخليفة في من وفد عليه. فنظر إليه هشام بن عبد الملك فقال: عروة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ألست أنت القائل وقد علمت وما الإقتار من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني؟ قال: بلى، أنا قائلها يا أمير المؤمنين. فقال هشام: ما أراك إلا كذبت نفسك وسعيت له. قال لي: سمعت وش يقول؟ أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أنت أتيته، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. قال: ما أراك إلا كذبت نفسك وسعيت له. فقال له عروة: جزيت خيرا يا أمير المؤمنين، لقد أذكرت مني ناسيا، نسيت ذكرتني. ثم اشتغل هشام بن عبد الملك ببعض ما كان يشتغل به، وانصرف عروة بن أذينة راجعا إلى المدينة. فلما أراد هشام أن يعطي العلماء أعطيتهم، نظر فلم يجد عروة، فقال: أين عروة بن أذينة؟ قال: انصرف يا أمير المؤمنين، أغضبه تقريعك له، فأمر رسولا، دعا رسولا وأعطاه 1000 دينار، وقال: أدرك عروة قبل أن يدخل منزله. فما استطاع الرسول أن يدركه، ما أدركه إلا وهو في بيته. فلما أعطاه المال قال عروة بن أذينة: أبلغ أمير المؤمنين أني سعيت له فعناني تطلبه، ولما قعدت أتاني رزقي. نعم.